الذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم من استوديو الطائف. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بكم ونرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. هذا الأخ عاطف أرسل لنا هذا السؤال الشيخ صالح، يقول: ما موقف المسلم من اختلاف الفقهاء في المسائل العلمية والفقهية؟ وهل يختار المسلم الأحوط الذي فيه إبراء للذمة؟ وإذا أخذ بالأسهل هل عليه شيء؟ وما حكم تتبع الرخص؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى علم أنه سيكون هناك خلاف في المفاهيم والمستويات العلمية بين العلماء، ولهذا قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه لتبين للناس ما نزل إليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم بين في سنته الشريفة، بين معاني القرآن في الغالب، فيرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن وافق الكتاب والسنة من أقوال أهل العلم أخذنا به، ومن خالف أو ما خالف الكتاب والسنة من أقوال أهل العلم فإننا نتركه ونأخذ بما قام عليه الدليل. هذا من ناحية الأصل في هذه المسألة. وأما من ناحية الناس والسائلين والمحتاجين، فهؤلاء على قسمين: القسم الأول من عنده القوة العلمية ويستطيع الترجيح بين الأقوال ويستطيع النظر والعرض على الدليل، فهذا لا يسعه إلا أن يعرض الخلاف على الدليل من الكتاب والسنة، فما وافق الدليل أخذ به وأفتى به، وما خالف الدليل تركه. وأما إن كان المسلم عاميا أو طالب علم مبتدئ ليس عنده تمكن من معرفة الترجيح والاستدلال، فإنه يسأل أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يجوز له أن يأخذ ما وافق هواه أو وافق ذوقه ويقول هذا قول لأهل العلم، بل يجب عليه إن كان عنده معرفة بالدليل أن يأخذ بما قام عليه الدليل، وإن لم يكن عنده معرفة فإنه يسأل من عنده معرفة بالدليل ويصدر عن فتواه وعن قوله. هذا هو الذي يسع المسلم. ولا يجوز تتبع الرخص التي هي عبارة عن أقوال أهل العلم وخلافات أهل العلم، فهذا ضلال. ولهذا قال العلماء: من تتبع الرخص تزندق. أما الرخص الربانية التي رخص الله بها لعباده عند الحاجة كالجمع بين الصلاتين في السفر والمرض وكالقصر في السفر والفطر
في نهار رمضان، هذه رخص شرعية أمر الله جل وعلا بالأخذ بها عند الحاجة. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتي معصيته. وأما الرخص بمعنى تتبع خلافات العلماء وأقوال العلماء، هذا أمر لا يجوز إلا بضوابط شرعية. نعم، أحسن الله إليكم. نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهر على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ، أو أيضا إرسال الأسئلة بالفاكس، هاتف البرنامج 80 88 3000. نأخذ الأخت غادة من الرياض، تفضل يا أختي غادة. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير. مساء الخير. لو سمحت ممكن أسأل الشيخ؟ تفضلي. شيخ، أختي، نعم، أختي متزوجة وراحت، طبعا دائما إذا راحت زيارة أهل زوجها لازم تأخذ معها شيء يضيفهم فيه مثل قهوة وشاي كذا، بس هم ما يشكرون لها ولا يقدرون، يعني ما يجلسون معها. فحلفت، سمعت يوم من الأيام إنهم يتكلمون فيها وكذا زي السبة يعني، فحلفت أنا مرة ثانية إذا راحت عندهم ما راح تأخذ معها شيء، وما وفت بوعدها يعني المرة الزيارة الثانية، هل عليها شيء؟ الصوت ليس واضحا. نعم فضيلة الشيخ، هذه الأخت غادة تقول أختها متزوجة وعندما تذهب إلى أقاربها تأخذ معها شيء من القهوة والشاي، هؤلاء الأقارب لا يشكرونها على مثلا فعلها وصنيعها عندما تأتي بالشاي والقهوة، فحلفت ألا تأخذ شيئا إذا ذهبت مرة ثانية، إلا أنها لم تفي بحلفها وأخذت. نعم عليها كفارة يمين لأنها حلفت ألا تأخذ فأخذت، يكون عليها كفارة يمين وهي عتق رقبة، فإن لم وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام إذا لم تقدر، على العتق ولم تقدر على الإطعام ولم تقدر على الكسوة إنها تنتقل للصيام 3 أيام. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فهذه خالفت اليمين فعليها هذه الكفارة. نعم أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال الأخ أبو عمر من مكة، تفضل أخي أبو عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مساكم الله بالخير. أهلا ومرحبا، تفضل. سيدي أبغى أسأل فضيلة الشيخ. تفضل، أرفع صوتك شوي. يا سيدي عندي موضوع صلة الرحم والقطع الموجود الآن في المجتمع، وقد بليت يعني برحيم لا يصلي ويتعاطى السحر وأمور كثيرة من الفسق ومن الفساد، فهل لي فتوى أني أترك الرحم هذا وابتعد عنه خوفا على بيته وعلى عيالي و... طيب شكرا. نعم، هذا القريب الذي ذكرت أنه يتعاطى السحر وأنه لا يصلي، عليك أن تناصحه وتعظه بالموعظة الحسنة، فإن قبل النصيحة وتاب إلى الله الحمد لله فواصله وله حق عليك، وأما إذا لم يقبل النصيحة فإنك تبتعد عنه وتقاطعه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. تعاطي السحر ترك الصلاة مكفران، ترك الصلاة متعمدا يخرج من الملة، والسحر أيضا يخرج من الملة، فهذا عنده نوعان من أنواع نواقض الإسلام. لكن إن قبل النصيحة وتاب إلى الله فإن الله تواب رحيم، وإن لم يقبل فعليك الابتعاد عنه. نعم. أم حسن من الليث، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام.
برسل يا شيخ. تفضلي سؤالك. هل يجوز البخور بعد المغرب حتى صلاة العشاء؟ كيف؟ هل يجوز تبخير المنزل بعد المغرب حتى العشاء؟ هل يجوز تبخير المنزل من المغرب حتى العشاء؟ اي هل يجوز ام لا يجوز؟ طيب. تبخير المنزل بالطيب جائز في كل وقت، في ما بعد المغرب إلى العشاء، وفي ما بعد العشاء، وفي الليل والنهار جائز حسب الحاجة، ليس له وقت محدد. ولا يعتقد أن في تبخير المنزل طردا للشياطين أو ما أشبه ذلك، وإنما القصد منه تطيب الرائحة، تطيب رائحة المنزل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل الشيخ: حدثونا عن خطر الرشوة والأثار السلبية المترتبة عليها سواء على الفرد أو المجتمع. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش، وهو الذي يسعى بينهما، فكلاهما ملعون، لأن الرشوة سحت ومال حرام ومكسب خبيث، وأيضا لها آثار سيئة على المجتمع، فإنها تغرر بالحكام وتغرر بالمسؤولين والإداريين، وتغير الحقوق، وتذل أهل الحق وتنصر أهل الباطل، فيصبح الأمر فاسدا في المجتمع بسبب الرشوة، سواء قلت أو كثرت، وسواء سميت رشوة أو سميت حقا أو سميت للشاهي كما يقولون أو سميت هدية أو غير ذلك، لا تجوز الرشوة بحال من الأحوال. نعم. أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال الأخ أبو يوسف من الخبر. مرحبا أبو يوسف، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام. مرحبا شيخ عبد الكريم، حياكم الله شيخ. والله شيخ صالح أحبكم في الله، الله يحفظكم. عندي سؤالين الله يعافيك. تفضل ارفع صوتك يا يوسف شوي. السؤال الاول: ما حكم استحضار نية قبل الصلاة وقبل الوضوء، حكمها وكيف يجوزها؟ السؤال الثاني: لحظة، استحضار النية قبل الوضوء ما حكم الاختلاف في نية الإمام والمأموم في الجماعة؟ نعم، جزاكم الله خير. شكرا. النية لا بد منها للأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. من شرط صحة الصلاة وصحة الصيام والعبادات والوضوء، من شرط ذلك النية، فإذا لم ينوي فإنها لا تصح عبادته. والنية محلها القلب ولا يتلفظ بها بلسانه، ووقتها عند إرادة الدخول في العبادة، وقتها عند إرادة الدخول في العبادة. فإذا أراد أن يتوضأ فإنه ينوي، إذا أراد أن يصلي فإنه ينوي، إذا أراد أن يصوم فإنه ينوي، وهكذا. نعم. التساهل في تخطي الصفوف فضيلة الشيخ من بعض الناس. لا يجوز تخطي الرقاب، هذا منهي عنه، غلظ النبي صلى الله عليه وسلم النهي فيه، وأخبر أن من فعله فقد اتخذ جسرا إلى جهنم، لما في ذلك من أذية الناس وإساءة الأدب. ولا يجوز إلا في حالتين: الحالة الأولى للإمام الذي ليس له طريق إلى المحراب إلا أن يتخطى الرقاب، والحالة الثانية إلى فرجة في الصف لم تسد فيتخطى إلى أن يسدها. نعم. أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال الأخت أم عبد الكريم من الرياض، تفضل أختي أم عبد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدأت أشكركم يا شيخ وجزاكم الله خيرا على علمكم. فقط أنا لدي طلب يا شيخ ووصية، أريد تعطوني وصية مفصلة منكم كوصية الوالدة ابنتي بكل ما يتعلق في حياة المرأة ويضمن لها خيرها في الدنيا في الآخرة. شكرا يا أختي أم عبد الكريم. تريد من فضيلتكم توجيه للأخوات المسلمات في حياتهم فضيلة الشيخ؟ نعم، الأخوات المسلمات لهن مكانة عظيمة في الإسلام. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
فلهن مكانة في المجتمع ومكانة في الدين، وهن مكلفات مثل الرجال في الجملة. والوصية أن يتقين الله سبحانه وتعالى في عبادتهن وأداء الفرائض، وأن يتقين الله جل وعلا في طاعة الزوج، وأن يتقين الله جل وعلا في تربية الأولاد وحفظ البيت عند غياب الزوج. قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ومن المهم أيضا محافظتها على الستر والعفاف والحياء والحشمة، إذا خرجت أن تخرج بالآداب الشرعية، لا تتجمل، لا تتعطر، لا تتبرج بالزينة في الثياب وغيرها، تكون ساترة لجسمها لا يظهر منها شيء، تبتعد عن الاختلاط مع الرجال، وتحرص على أن تكون صائنة لنفسها من عبث العابثين، أن تلتزم الحجاب، وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ومعنى يدنين من جلابيبهن أي يغطين وجوههن بطرف الجلال الكبير أو الشيلة أو الغطاء على الرأس، تضفيه على وجهها. يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، يعني يعرفن بالعفاف ويعرفن بالعفة، فلا يطمع فيهن الفساق. فدل على أن ترك الحجاب سبب للأذى، إذا لم يروها متحجبة فإنهم يؤذونها بمراودتها وبطلب الفعل ما لا يجوز منها. فالحجاب فيه صيانة للمرأة من الأذى، من أذى الفساق والمنافقين والذين في قلوبهم مرض. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا نأخذ سؤال الأخت أم سلطان. تفضل يا أختي أم سلطان. ألو. نعم يا أخي، لو سمحت بس على الشيخ. نعم، أنا عندي سؤال عن اللي طالع هذا، العباية الوسيعة وكمها ضيق يسمى بسكيني. طيب، والثاني، السؤال الثاني؟ الثاني عن البناطيل السكيني هذه. طيب، واضح سؤالك، شكرا يا أم سلطان. بالنسبة للألبسة فضيلة الشيخ الغير ساترة، العباية وغيرها، تقول الأخت: ما رأي الشرع في نظركم فيها؟ الألبسة غير الساترة مثل فقدها. اللباس غير الساتر وجوده وعدمه سواء، بل ربما يكون وجوده سبب للفتنة وسبب للشرور. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله في لباسها، أن تلبس اللباس الساتر الواسع، تجتنب الضيق، أن تجتنب اللباس الذي فيه زينة عند الخروج من بيتها، أن تضفي العباءة على جسمها أو الجلال الكبير وهو الملاءة أو الجلباب على جسمها فوق ثيابها عند الخروج، حتى تسلم من الأذى، وحتى تستر نفسها وتكون في صيانة وحماية من الله سبحانه وتعالى في هذا الستر، فلا يطمع بها الفساق ولا ينظر إليها الطامعون وييأسوا منها. فالله جعل هذا سترا للمرأة وحفظا لها ولكرامتها. نعم، أحسن الله إليكم. الأخ أحمد من أبها أيضا معنا على الخط. تفضل أخي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام، كيف حالكم يا شيخ صالح؟ تفضل. عليكم السلام، حياكم الله وبارك. يا شيخ، أنا أخذت عمرة، فكنت أثناء الطواف ناخذ ربطة على ركبتي لأني مصلح عملية في الركبة، وكان ضروري وجودها لأني كنت أخشى على ركبتي والله، وتوي سوية العملية، فما أدري هل هي من المخيط. نعم، بس كذا. نعم، أعد السؤال وارفع صوتك. تفضل مرة ثانية. أخذت عمرة. هي أخذت عمرة وكان فيه ربط على الركبة بس مشد.
يشدها عشان يفكر انه مسوي عملية في الركبة. وانا اطوف واسع. طيب. وهذا المشد على ركبتي. واضح السؤال. تفضل يا شيخ صالح. يقول انه اخذ عمره وهو محرم بالعمره وعلى ركبته ربط. نعم يا شيخ. او لفافه. نعم يا شيخ. او لفافه طبيه. نعم يا شيخ. نعم، اذا كانت مخيطه، اذا كانت هذه اللفافه وهذه الرباط مخيط دائري على الركبه، فانه يكون عليه فديه، خير فيها بين اطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة في الحرم والإطعام في الحرم، أو صيام 3 أيام وخير فيها. أما إذا كانت هذه اللفافة ليست مخيطة وإنما هي مدارة من غير خياطة على الركبة فليس فيها شيء، والحمد لله. الحمد لله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: السرعة الجنونية من بعض السائقين في الطرق الطويلة وداخل الأحياء وتسبب ذلك بوفيات للأبرياء، أليس هذا من إزهاق الأرواح التي قال الله فيها: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ إذا تعمد إزهاق الأرواح بسرعته فإنه يكون عمدا عدوانا عليه ما على المتعمد للقتل. أما إذا كان لم يقصد إزهاق الأرواح وإنما أخذته السرعة، أو أنه يريد سرعة قطع الطريق، فهذا مخطي ومتسبب ومضار بالناس ومعرض نفسه للخطر. فعلى كل حال السرعة في السيارة لا تجوز في أي حال من الأحوال، لما في ذلك من الأخطار عليه وعلى غيره، ولما في ذلك من مخالفة النظام ومخالفة المصالح العامة. فعلى السائقين أن يتقوا الله عز وجل وأن يسيروا بالحد المرخص فيه، فهذا خير لهم ولإخوانهم. نعم. جزاكم الله خيرا. ونأخذ اتصال الأخت سناء. تفضلي أختي سناء. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا سناء. أيوه. طيب ذهب الاتصال. فضيلة الشيخ، من ترك البسملة عند الوضوء نسيانا هل يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء، إذا تركها نسيانا فإنها تسقط والحمد لله، إنما تجب عند الذكر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الشعر بالنسبة لرأسه؟ هل ورد شيء في ذلك؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغذي رأسه، وله لمة تملأ ما بين منكبيه، ويتعاهدها بالتنظيف وبالدهان وغير ذلك، وترجيلها لئلا تشعث ولئلا يكون فيها روائح غير مناسبة. فمن أراد أن يغذي رأسه اقتداء بالرسول وعلى صفة ما جاء في السنة فلا بأس بذلك. نعم. أبو بندر من مكة المكرمة معنا على الخط. تفضل أبو بندر. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ حفظك الله، اشهد الله اني احبك فيه. حياكم الله. تفضل. فضيلة الشيخ، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ولكن هناك في المكتبات مصاحف تحتوي على سور مثل الفاتحة والكهف وياسين والدخان والرحمن والواقع والملك، يقال إنها من سور يوم الجمعة، هل ورد شيئا في ذلك حفظك الله؟ لا أعلم شيئا من ذلك إلا سورة الكهف، فإنه ورد في الأحاديث وإن كان فيها ضعف، ورد فضل قراءتها في يوم الجمعة، وأما غير ذلك فلا أعلم أنه يخصص بيوم الجمعة. نعم. يا شيخ صالح، هل تقرأ سورة الكهف كاملة أو بعضا من الآيات؟ الذي ورد أنها تقرأ كاملة.
ولا يقتصر على بعض من الآيات. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل العقيدة تبنى على غلبة الظن؟ العقيدة تبنى على الدليل من الكتاب والسنة، على ما جاء في الكتاب والسنة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان، أركان العقيدة، ومعها أيضا أركان الإسلام، وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام. فلا بد من اجتماع هذه الأركان، أركان الإسلام في الظاهر وأركان الإيمان في الباطن، لا يكفي بعضها عن البعض الآخر. والعقيدة تبنى على ذلك، على ما ورد به الدليل الصحيح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ناخذ اتصال الأخ يوسف من المدينة المنورة. أم يوسف تفضلي. يا أختي أم يوسف تفضلي. يا أخي أنا ناوية عمرة، وأنا في ضوحة المدينة، يعني في ضوحة ما أنا فيها بنات. وأنت وين؟ أنا في ضوحة المدينة، على المدينة بين المدينة والقصيم 200 كيلو على المدينة. طيب. وبروح من طريق إمر الرياض أهل الطايف. طيب. أنا يحق لي إني غد لازم أعتمد من المدينة ولا أروح للطايف وأنقل عمره من الطايف. طيب، واضح السؤال يا خالة. فضيلة الشيخ، هذه الأخت تسكن في المدينة وناوية العمرة، تقول هي بين المدينة والقصيم وستذهب عن طريق الطائف، من أين تحرم؟ إن جاءت على الميقات، ميقات المدينة، تحرم من ميقات المدينة، وإن نعم. جاءت من ميقات الطائف وهو السير الكبير فإنها تحرم من السير. إذا مرت على الميقات الذي في طريقها، أول ميقات تمر به في طريقها وهي تريد العمرة، تحرم منه. أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا الأخ السائل يقول: مقام إبراهيم لماذا سمي بهذا؟ وهل المقام نفسه هذا الذي وقف عليه إبراهيم عليه السلام؟ قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم هو الصخرة التي كان يقوم عليها عند بناء الكعبة، وترتفع به وتنزل، وفيها آثار قدميه عليه الصلاة والسلام، جعلها الله مشعرا من المشاعر، وأمر بالصلاة عندها: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما فرغ من الطواف، جاء إلى مقام إبراهيم وتلا هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعله بينه وبين الكعبة، ثم صلى ركعتين، قرأ في الأولى بالفاتحة: قل يا أيها الكافرون، قرأ في الثانية بالفاتحة: وقل هو الله أحد. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ أبو عمر يقول: الشيخ صالح، ما حكم الشخص الذي يتلاعب بألفاظ الطلاق، فإذا جاءه زائر قال عليه الطلاق: أن تتغذى معنا، أن تتغذى معنا، أو أن تجلس هنا، أو أن تعمل كذا، هل يقع الطلاق في مثل هذا الأمر؟ نعم، الطلاق الصريح لا يتلاعب به، هزله جد وجده جد، فيقع إذا قاله، إذا تلفظ بالطلاق وقع، سواء كان جادا أو هازلا، مازحا أو غير مازح، فلا يتلاعب به ولا يكون على لسانه عند كل ما يريد شيء يأتي بالطلاق بلفظ الطلاق، هذا خطر عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. أم عمر معنا. للشيخ لو سمحت بوصل سؤال. أنا وزوجنا تشاجرنا وحلفت قلت له أنا أبغى الطلاق منه، وبعدين صالحنا ورجعنا، ما أدري هل في حكم في ذلك شيء؟ مثل هذه الأسئلة بإمكانكم مراجعة إدارة الإفتاء، لأن البرنامج ليس للفتوى في الطلاق.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما رأيكم في كتاب أو تفسير الطبري والبغوي؟ فأنا أقرأ فيهما جزاكم الله خيرا، وبماذا ترشدونني في تفسير المأمونة؟ نعم، تفسير الإمام الطبري رحمه الله هو أم التفاسير، والتفاسير ترجع إليه في الغالب، وهو تفسير موثوق وملم بوجوه التفسير ومرجع عظيم، ولكن لا يتسنى للمبتدي أن يقرأ فيه، إنما طالب العلم المتمكن هو الذي يستفيد منه إذا قرأه. تفسير البغوي تفسير جيد ومختصر، وهو أنسب للمبتدي وقليل العلم، أنسب له البغوي. وأنسب من ذلك تفسير عصري للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فهو تفسير جيد وسهل، بإمكان المبتدي يرجع إليه. أما طالب العلم المتمكن فيرجع إلى أمهات التفسير، كتفسير الإمام ابن جرير. نعم. وتفسير ابن كثير يا شيخ؟ تفسير ابن كثير متوسط بين المطول وبين المختصر، وهو تفسير جيد لا يقل أهمية عن تفسير ابن جرير. نعم. أبو عبد الرحمن من أبها، تفضل أخي أبو عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظكم. حياكم الله. الوالد والوالدة الله يغفر لهم توفيا طبعا، وما أدري هل وما أدري بالنسبة لزيارتهم، زيارة القبر، يعني هل هي الأفضل أو الاكتفاء بالدعاء الله يحفظك؟ وإذا كانت الزيارة أفضل فما الطريقة الصحيحة للزيارة؟ هو يشرع الأمران، يشرع الدعاء لهما والإكثار من ذلك مع دعائك لنفسك، ويشرع أيضا زيارة قبريهما والسلام عليهما، الدعاء لهما، لكن من غير سفر. إذا كان القبران في البلد تذهب إليهما بين فترة وأخرى، أما إذا كان يحتاج إلى سفر لزيارة القبور فهذا لا يجوز. نعم، جزاكم الله خير. الحقيقة هناك سؤال مقارب لسؤال الأخ أبو عبد الرحمن الحقيقة، والسائل يسأل فيه شيخ صالح وفقكم الله، يقول: كيف أصل أصدقاء والدي ووالدتي تطبيقا لحديث إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه؟ تصلهما بما تيسر من الهدية أو من الإطعام وضيافتهم إذا جاءوا إليك، ومن أيضا السلام عليهم والاحتفاء بهم، الإحسان إليهم بالقول وبالفعل. نعم. يسأل في فقرة أخرى يقول: ما معنى حديث الأرواح جنود مجندة؟ معناها أن كل روح تطمئن إلى نظيرتها، الطيبة مع الطيب، مع الروح الطيبة، والخبيثة مع الخبيثة، والسيئة مع السيئة، فكل روح تميل إلى جنسها، هذا معناه الله أعلم. نعم. تفضل يا أخي محمد من حائل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير، ما نكلف عليكم، نبي نختصر. تفضل. في بسأل الشيخ ما صحة الحديث اللي يقول إذا يعني بعد غيوب الشمس أو جناح الليل انتشرت الشياطين حين ذاك، وفكفوا أولادكم وغطوا أناكم، ويا حنا من تجاربنا يعني دائما الآن الكوارث تصير في هذا الوقت من حوادث ومن حرائق ومن كذا، وهل هذا الحديث صحيح؟ وأنا ما أعرف أحد الآن يعمل من الماء. واضح السؤال. طيب. تسلم، الله يجزاك خير. شكرا، تفضل يا شيخ. نعم. يقول: هل ورد حديث بأنه إذا غربت الشمس تنتشر الشياطين فكفوا أولادكم وغطوا أسقيتكم؟ نعم، ورد بهذا حديث، وحديث جيدة والعمل بها طيب، إذا غشى الليل فإنهم يكفون أولادهم عن الانتشار لئلا يحصل لهم شيء من الضرر، ويغطوا آنيتهم أن يصيبها شيء مما ينزل من الجو،
الحديث من هذا من الآداب الشرعية، هذا الحديث من أحاديث الآداب الشرعية التي العمل بها من صالح المسلمين. نعم. تفضل يا أخي أبو فيصل من جدة معنا على الخط، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. أخوي بغيت أسأل الشيخ عن تمويل عقاري في مصرف الإنماء ومصرف الراجحي. طيب، بالنسبة للتمويل العقاري فضيلة الشيخ من المصارف، ما رأي الشرع في نظركم فيها؟ إيش القصد من التمويل العقاري؟ هل القصد أنه يشتري عقارا من البنك، أو القصد أنه يشتري عقارا من غير البنك ويدفع ثمنه من البنك، يقترض من البنك؟ فإن كان القصد أنه يشتري عقارا من البنك هذا يجوز، إذا كان العقار موجودا في ملك البنك إنه يشتريه بثمن حال أو بثمن مؤجل على أقساط أو على أجل واحد. أما إن كان يريد أن يشتري عقارا من خارج البنك ويقترض ثمنه من البنك فهذا يجوز من غير زيادة، إذا كان البنك على استعداد أنه يقرضه قرضا حسنا فهذا طيب من البنك ومن غيره، أما إذا كان لا يقرضه إلا بزيادة فهذا حرام وربا ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت أم عبد الله تقول: أولادي أعمارهم في السن المراهقة، نومهم ثقيل الشيخ صالح، ولا أستطيع أن أوقظهم لصلاة الفجر وأجلس عندهم بالساعات، فهل أذهب وأقوم بتركهم مع أن الوالد لا يساعدني عليهم؟ الواجب على الوالد أن يهتم بذلك وأن يساعد على قيام أولاده ولا تتركوهم ولو كان نومهم ثقيلا، ربما يكون إنهم لا ينامون إلا في آخر الليل، هذا خطأ، لا بد أن يأخذوا قسطهم من النوم من الليل حتى يقوموا نشيطين لصلاة الفجر، يحتسب ذلك الاحتساب لصلاة الفجر لأن ينام مبكرا ويأخذ قسطه من الراحة، وأيضا يعود نفسه على قيام صلاة الليل ثم صلاة الفجر، فإذا لم يحصل قيام الليل فعلى الأقل لصلاة الفجر، ولا تيأسوا من قيامهم ولا تملوا، يحتاجون إلى صبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فهذا يحتاج إلى صبر، ولا تتركوهم أبدا، لأنكم إذا تركتموهم اعتادوا على هذا، أما إذا داومتم على إيقاظهم فإنهم يتعودون اليقظة ويهتمون بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال الأخ أحمد من جدة، تفضل أخي أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أحمد تكفى أقصر التلفزيون شوي الله يعافيك. أبشر طال عمرك. تفضل الله يحفظك، اطرح سؤالك. الله يعطيك العافية. أخوي أنا جالس أنا وأخو زوجتي نسيبي وواحد من أخوياي، زين، والواحد هذا اللي من أخوياي قال يقول نسيبي لو فيك خير ما زوجته على طريقة المزح، قلت له أنا خلاص ما في مشكلة، بكرة أطلق أخته وأخذ أختك، أقول للمقوف هذا اللي يسولف، ما أدري شو الحكم فيها، أنا على طريقة المزح، هو مزح وكله مزح. أنت نعم. طال عمرك. نعم يا شيخ، سمعت السؤال الشيخ صالح؟ نعم. نعم. يقول بأنه جالس مع زملائه فضيلة الشيخ يتسامرون، فقال أحد زملائه له: لو فيك خير ما زوجته، قال أنا بأطلق أخته وأتزوج أختك، مثل هذه العبارات فضيلة الشيخ بين الزملاء وكذا لا, لا, لا يقع فيها شيء الحمد لله، لكن تجنبها أحسن. نعم. فضيلة الشيخ، المجالس هذه لابد أن تعمر بذكر الله، بعض الاستراحات فضيلة الشيخ يقضي فيها الناس الساعات بدون ذكر وفي خوض لا فائدة فيه، التوجيه من فضيلتكم. الاستراحات فيها شرور كثيرة، وإذا لم تضبط فإنها تكون أوكارا للشر وللسفهاء، يجب ضبطها، والجالسون سواء في الاستراحات أو في غيرهم لا يخلون مجالسهم من ذكر الله، يذكرون الله، فإذا جلسوا في مجلس لا يذكرون الله فيه فكأنما قاموا عن جيفة حمار كما في الحديث. وفي الاستراحات
وفي غيرها، ولكن الاستراحات كما ذكرنا يحصل فيها شرور كثيرة وإهمال كثير، وربما يحصل فيها أيضا سوء فهم لأمور الدين وتعالم على بعض الجهلة وغير ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. هل يصح للمعبر للرؤى يا فضيلة الشيخ أن يحدد وقت تفسير الحلم؟ فهناك بعض المعبرين للرؤى يحددون الوقت بالساعة والدقيقة. لا أعلم لهذا أصلا، المعبر يعبر الرؤيا، وأما متى تقع فالله أعلم. قد تتأخر سنين، 40 سنة أو 50 سنة. كم رؤيا يوسف عليه السلام رآها في أول حياته ولم تقع إلا في آخر حياته، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، ليس لها وقت محدد. نعم، تفضل أخي أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. بلو سمحت عندي سؤال. تفضل، اسمعك الشيخ. في عندي أختي حالفت يمين أنها ما تحضر الزواج ولا أختها، وفي الأخير حضرت الزواج، ماذا يصير في الشيء ذا؟ طيب. نعم، يقول بأن أختها يا شيخ حلفت يمين بأنها ما تحضر زواج ابن أختها، فحضرت مضطرة لذلك، ماذا عليها؟ كما أسلفنا بالجواب القريب أنها يجب عليها كفارة يمين، إذا حلفت أنها لا تحضر وحضرت فيكون عليها كفارة يمين. نعم، يقول هذا السائل يا شيخ، في العام الماضي زوجتي حجت وأدت جميع مناسك الحج عدا طواف الوداع، لأنها جاءها الحيض قبل طواف الوداع، فما الحكم وهي لم تطف؟ ليس عليها وداع، الحائض ليس عليها وداع، في الحديث أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، المرأة الحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع. نعم، فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول، فضيلة الشيخ، هل هناك دعاء مأثور عند الإفطار سواء في النفل أو في رمضان، وهل يتابع الصائم المؤذن أم يستمر في إفطاره؟ يتابع المؤذن ويتابع إفطاره، لا يشغله المتابعة، ما تشغله، يمكن الجمع بينهما. وأما الأدعية فلم يثبت أدعية معينة عند الإفطار، ولكن يدعو بما تيسر، يدعو الله بما تيسر من الأدعية. نعم، أحسن الله إليكم. الأخ السائل يقول، ما هي أنسب الأيام والشهور في زيارة القبور، وهل هناك أياما محددة لزيارتها كالأعياد ورمضان؟ زيارة القبور لأجل السلام على الأموات والدعاء لهم إذا كانوا مسلمين، وللاعتبار والاتعاظ بأحوال الموتى، أمر مشروع وسنة مؤكدة، وليس لها وقت محدد، لا في يوم ولا في شهر، بل متى تيسر له أن يزورها فإنه يزورها في أي وقت. نعم، رسالة وصلت من إحدى الأخوات الشيخ صالح، تقول بأنها تسببت في نزول دم الحيض لأنها أخذت علاج صرفه الطبيب، فتركت الصلاة لمدة أكثر من أسبوعين، فهل عليها قضاء؟ إذا كان هذا الدم دم الحيض فإنها تجلس مدة الحيض، وأما إذا كان هذا الدم إنما هو نزيف بسبب العلاج أو سبب آخر، إنما هو نزيف وليس حيضا، فإنه لا يعتبر حيضا ولا تجلس فيه، ينظر في نوعيته ويستشار الطبيب الذي صرف هذا العلاج. نعم، الأخت لها فقرة أخرى يا شيخ، تقول بالنسبة للمرأة، ما هي أفضل الأعمال من العبادات التعبدية التي تزيد من حسناتها؟ المرأة كالرجل في العبادات، نوافل الصلاة، نوافل الصوم، الدعاء، تلاوة القرآن والأذكار، لا يستوي فيه الرجل والمرأة، وتكثر من ذلك في الأوقات المناسبة والممكنة لها،
بعد المحافظة على الفرائض في أوقاتها. نعم. نأخذ اتصال مع من الإخوة؟ فاطمة، تفضل يا فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك الشيخ؟ تفضلي سؤالك مختصرا لو سمحتي. يا شيخ، الوالدة عندها أمها تشيلها، عندها جلطة، وجدتي عنيدة شوي ما تقوم لها بسرعة يعني، والوالدة عندها الضغط وتعصب بسرعة، فهل عليها ذنب أنها تعصب عليها وتقومها بسرعة؟ الأخت فاطمة يا شيخ تقول بها الوالدة عندها أمها فضيلة الشيخ تقوم بخدمتها. هذه الأم الكبيرة قد فضيلة الشيخ يصدر منها بعض الكلمات أو تتعصب على والدتها، ما رأيكم في ذلك؟ البنت لا تتعصب على والدتها، بل تحسن القول لها وتبر بها وترفق بها، هذا من البر الواجب، وتصبر على ما يصدر من الوالدة من الكلمات الجارحة وغير ذلك، تصبر على هذا وتحتسب الأجر من الله عز وجل ولا ترد عليها بالمثل. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. من الأسئلة التي وردت يسأل عن حكم صلاة الجماعة، فنحن يقول نخصص مع الزملاء قيام مثلا ليلة الاثنين أو ليلة الخميس مع مجموعة من الزملاء في بيتنا، فهل هذا فيه شيء؟ هذا بدعة من ناحيتين. الناحية الأولى تخصيص ليلة معينة دون سائر الليالي، والناحية الثانية الجماعة، تخصيص الجماعة للنافلة والتزام، هذا بدعة. أما لو اتفق بعض الأحيان أنهم حضروا في مكان وصلوها جماعة صلاة الليل فلا بأس، أما الاتفاق على هذا تحديد وقت له فهذا بدعة لم يرد به دليل. إنما الجماعة المؤكدة في صلاة تراويح، صلاة الكسوف، وهذه التي تشرع لها الجماعة. أما بقية النوافل فالجماعة إذا جاءت اتفاقا فلا بأس، أما إذا جاءت متفق عليها ومحددة فهذا لا يجوز. نعم. جزاكم الله خير. هذا الأخ يا فضيلة الشيخ يقول هل الدعوة خاصة بأناس معينين أم أنها عامة بجميع الناس؟ الدعوة إلى الله عامة لجميع الناس، فالكافر يدعى إلى الإسلام، والمشرك يدعى إلى التوحيد، والعاصي من المسلمين يدعى إلى التوبة، والجاهل يعلم ويبين له ويوضح له ما يجهله، كل هذا يدخل في الدعوة. الدعوة عامة للمسلمين ولغير المسلمين، كل بما يناسب حاله. نعم. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال للأخ أبو يوسف يقول بالنسبة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء، هل الدعاء في كل وقت أم في أوقات محددة كالانتهاء من الصلاة ويوم عرفة؟ الدعاء مفتوح في كل الأوقات، وباب القبول مفتوح من الله سبحانه وتعالى، لكن يتأكد ويكون أفضل في بعض الأوقات أو في بعض الأحوال. فالدعاء في السجود أفضل، قوله صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. كذلك الدعاء في الأسحار في آخر الليل، خصوصا لمن يقومون لآخر الليل ويختمون قيامهم بالوتر ثم بالاستغفار، قال الله جل وعلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، قال تعالى والمستغفرين بالأسحار. وفي الحديث الصحيح ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هذا كل ليلة في آخر الليل يتحرى الاستغفار والدعاء في هذا الوقت. والدعاء في آخر يوم الجمعة أيضا، في اليوم الجمعة ساعة تسمى ساعة الإجابة، لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي يعني يدعو إلا استجيب له كما في الحديث. فهناك أوقات مخصصة وفيها زيادة فضل، الدعاء في عرفة
خير الدعاء دعاء عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الدعاء في وقت الحاجات ووقت الضرورات، الدعاء في رمضان وفي مواسم الخير، كل هذه. فالحاصل أن الدعاء مفتوح توقيته ولله الحمد، في أي وقت يرفع يديه ويدعو ربه. الحمد لله. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، ورفع ذكركم في الدارين، وبارك في علمكم وعملكم، وجزاكم عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. الشكر أيضا موصول لزملائي في استوديو الطائف الذين رتبوا هذا اللقاء، جهدهم مشكور. كما يتواصل الشكر لزملائي في استوديو الرياض، فريق العمل، وهذه تحية من زميلي مخرج هذه الحلقة أحمد العتيبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.